يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن أول رائد للفضاء هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرج به إلى السماء، حيث ورد هذا في بعض الكتب؟ يعني يكون مثل رواد الفضاء الآن، بس هو أولهم، هذا كلام باطل، وليس ما يعملونه الآن مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.